برامجها الاجتماعية زيارة إنسانية اجتماعية لنزلاء مؤسسة الحاج الهادي تجمعات دار المسنين راس الماء. هذه الزيارة التي تضمنت فحصا طبيا ونشاطا فكاهيا لفائدة نزلاء الدار تأتي ترسيخا لقيم المحبة والتضامن مع هذه الشريحة التي تعتبر من نسيج هذا المجتمع. حميد السطي رئيس جمعية التاج للتكافل. اليوم جمعية تجمع التكافل قررت دير واحد زيارة اجتماعية جمعوية لهاد المسنين اللي بدورنا احنا تنعتبروهم الاباء والامهات ديالنا، ناس المجتمع المدني. يعني تنحاول نعطيو رسالة باش يديروا بوادر بحال هادي لهاد الناس، ويحاولوا يعيشوهم يعني الجو الاسري اللي هو ان شاء الله بحال غادي نحاولوا نديروا لهم فترة للتطبيب فحص طبي يعني بمساهمة واحد الاطباء اخصائيين يعني في عدة. هذه الالتفاتة الحميدة كان لها وقع إيجابي في نفوس نزلاء دار المسنين راس الماء الذين عبروا بدعواتهم وصدق عباراتهم عن عظيم شكرهم لأصحاب هذه المبادرة، آملين تكثيف مثل هذه الزيارات التي تطرد عنهم أشياء كثيرة من الوحدة والغربة بعيدا عن فلذات الأكباد والأقربين. جاو لعندنا هنا جابوا لنا هدايا من الملابس للاكل للسميتو للتنشيط، داروا لنا كل شيء كاع داكشي، والزياره ديالهم فوق من هادشي كله صغا الزياره ديالهم هي كل شيء. انا كنشكرهم بزاف وجاو لعندنا وتفكرونا، وكنتمناو ان شاء الله باش يبقاو يجيو عندنا دائما ان شاء الله. دوز على سميتو على العينين وعدوني باش يعطوني النظارات انا ان شاء الله. جابوا لنا الحوايج اللي كتخيرهم ويخلف عليهم ويجزيهم بخير، اللهم لك الحمد. بغيوها تستمر ان شاء الله بحول الله وقوته. هذه مبادره مزيان تندوز فيزيت تسقيني مالك فينتا شنو دراك راسك وزنك. الله يكثر خيرهم، دارونا الله يزورهم في الجنه عند الله، طلبوا الله يوقف معاهم في الجنه، بلغوا عندنا وزارونا جيبونا لهنا عند طبيب بقاو يشوفوا على عويناتي وصافي يشوف شنو كاين. مثل هذه الالتفاتات والزيارات لدور المسنين تحمل معاني كثيرة في قلوب من قادتهم الظروف إلى مثل هذه المؤسسات الاجتماعية التي حتى لو حاولت أن تلعب دور الدار بمفهوم دفئها، إلا أن لا شيء قادر على طرد برودة الغربة هاته غير زيارات بطعم العائلة تبدد وحشة الجدران وتبعد شبح النسيان.